هو دائما بينفذ من الجرائم اللي بيرتكبها بطرق مختلفة. وهداك اليوم قرب السجين رضا شربجي، ولما طلعتوه بريء من الدعوة اللي كانت ضده مشان حادثة رضا، قال قدام عيون الكل انه رح يتصافى معي على كل شيء، وكل اللي هون بيشهدوا على هذا الحكي. طيب في دليل انه الضحية انخطفت من قبل المتهم كمان؟ انا وقتها شفته بعيوني. انا بعترض سيدي، ما في حدا شافها عم تركب معه. صحيح، بس قبل ما اشوفه كانت المرأة بالسيارة واختفت قبل ما هو يمرق، والسيارة الوحيدة يلي مرت سيارة تحسين كورلوداك. اي انا شفته وأشرت له. وناديت له، بحلف يمين اني ناديت له وركضت وراه بس ما وقف ابدا، مع انه شافني بس ما وقف سيدي. طيب انت خبرتي الشرطه فورا؟ بس لما وصلني خبر يعني انه انخطفت امي، كان مدير الامن معنا وفورا فهم هالشي وهو عم يسمعني. ولانه اجاهم بلاغ تاني عن الحادثه هي، هنن راحوا يدوروا عليه، ونحن رحنا باتجاه المعمل المهجور. ونحن لأنه أقرب من الباقيين من ناحية المكان لهذا المعمل، فشي أكيد أنه نصل قبلهم للمعمل. وأنا يا سيدي لأني بعرف أنه كل ثانية مهمة بالنسبة لأمي، نزلت وفوراً ركضت